نجدد لكم الترحيب مشاهدين الكرام ومستمرين معكم في الحديث عن المزايا الجغرافية لكل إمارة من إمارات الساحل سابقا، دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا. أما بخصوص إمارة رأس الخيمة فهي تقع على الناحية الشمالية الشرقية من الجزيرة العربية، وتبلغ مساحتها 7700 كيلو متر مربع، وللإمارة حدود مشتركة مع بقية الإمارات مثل أم القيوين والشارقة والفجيرة، ولها حدود أيضا مع سلطنة عمان من جهة الجنوب والشمال الشرقي. وإمارة رأس الخيمة تطل على الخليج العربي بطول يصل إلى حوالي 40 ميلا، وفيها عدد من الجزر. أما بخصوص تسمية رأس الخيمة بهذا الاسم فيعود إلى الشيخ رحمة بن مطر القاسمي مؤسس الأسرة القاسمية أي الدولة القاسمية، وذلك حينما كان ينصب خيمة كبيرة لكي تراها السفن القادمة، وكذلك لكي تهتدي بها مراكب الصيد. وفي رأس الخيمة هناك العديد من الواحات، وكذلك المدن المشهورة مثل وأيضا الرمز وخط وغيرها من المناطق التي تعتبر من المناطق الزراعية، وكذلك المناطق الساحلية التي كان يتردد عليها الكثير من سفن الصيد وكذلك السفن السفارة. أول شيء نطوف بليبال هذه. نحن أول كنا قبل السيارات نمشي من هنا إلين نوصل خط كان فيها وادي يمشي قيض وشتها اسمه الإسيلي، نطلع نتم يومين لين نوصل هناك، ومنك ناخذ سيارات. واحد قال لي بن سبالوه، هذا الكلام أنا مشيت فيه ب59. أما بخصوص أم القيوين فقد أطلق عليها العديد من المسميات، ومن أبرز هذه المسميات أم القوى، لأن كان في إبان حكم الشيخ أحمد بن راشد المعلى، وذلك في عام 1929 ميلادي، كانت تستورد العديد من المواد اللازمة
للبناء وكذلك للغذاء أي المواد الغذائية، وهي التي تصدر للكثير من الإمارات وتزودهم مثل الأخشاب التي تأتيها من الهند وكذلك التمور التي كانت تأتيها من البصرة، لذلك أطلق عليها هذا المسمى نسبة إلى استيرادها للكثير من المواد الأساسية اللازمة في فترة مبكرة من عمر إمارات الساحل المتصالح. أما بخصوص موقع أم القيوين فتقع على الساحل الغربي للخليج العربي، تحدها شرقا إمارة رأس الخيمة وغربا إمارة الشارقة، وتبلغ مساحتها 300 ميل مربع، وهي تأتي في المرتبة السادسة من حيث المساحة بين إمارات الساحل. أما بخصوص المدن المشهورة التي تتبع لها فأبرزها فلج المعلى وغيرها من الواحات التي اشتهرت آنذاك في الكثير من الزراعات وخاصة زراعة النخيل والمنتجات الأخرى مثل المانجو وغيرها من المزروعات الأساسية. أما بخصوص تسمية إمارة عجمان فنسبة إلى قبيلة العجمان والتي ينتمي إليها آل النعيم في وقتنا الحالي، كما أطلق عليها العديد من المسميات المادية لعل أبرزها مسمى مصيف الساحل لوجود المياه العذبة والجو اللطيف. أما بخصوص الموقع الجغرافي فتقع إمارة عجمان على الشريط الساحلي من الخليج العربي بين إمارتي أم القيوين والشارقة اللتين تحيطان بها من جميع الجهات، وهي أصغر إمارات الساحل مساحة 600 كيلومتر مربع وأقلها سكانا، إلا أن بها الكثير أيضا من المناطق السياحية مثل مصفوط وكذلك المنامة وغيرها من المناطق التي كانت بها إنتاج زراعي وكذلك إنتاج أيضا صحراوي والمتمثل هنا في الإبل والمواشي وأيضا بعض الدواب الأخرى. أما بخصوص إمارة الفجيرة فهناك أيضا العديد من المصادر ذكرتها بأسماء مختلفة، فالبعض يعزوها للينابيع المتفجرة في أراضي الإمارة، والبعض الآخر يعزوها لفجر ذلك اليوم الذي وصلت فيه قبائل الأزد للمدينة بعد خراب سد مأرب، وهناك أيضا الكثير من المسميات حول هذه الإمارة. أما بخصوص الموقع الجغرافي فتقع إمارة الفجيرة في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية ويحدها من الشمال سلطنة عمان وإمارة رأس الخيمة، ومن الجنوب منطقة كلباء وسلطنة عمان، ومن الشرق خليج عمان، ومن الغرب إمارتا رأس الخيمة والشارقة، ولها سهل ساحلي يراوح اتساع بين الميل والعشرين ميلا تقوم عليه المدن والقرى المائية وبساتين النخيل، وهي بهذا الموقع تعتبر الإمارة الوحيدة بين إمارات الدولة الاتحادية، وأقصد هنا دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا إمارات الساحل سابقا، التي تقع بأكملها في المنطقة الشرقية المطلة على خليج عمان، وتبلغ مساحتها حوالي 450 ميلا مربع، وتتكون كما أسلفنا القول من سلسلة جبال، وبها الكثير من المدن السياحية مثل البدية ودبة وغيرها من المناطق التي كانت تزرع فيها أيضا أشجار النخيل وتشتهر أيضا في المواقع الأثرية. إن أهم ما تميز به أبناء إمارات الساحل سابقا دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً
والنقلة النوعية في خلق ثقافة التعاون والتكامل الاقتصادي المحدود بين كافة المواطنين قبيل اتحاد الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما الذين كانوا يعيشون في البيئات الثلاث البحرية والجبلية والصحراوية، فلم تمنعهم عناصر المناخ كالحرارة والرطوبة ومسارات الانخفاضات الجوية والكتل الهوائية، ناهيك عن التغيرات الجيولوجية من عملية التواصل لتصريف منتجاتهم المحلية والتعرف على الآخر وتشكيل نوع من الاتحاد الاجتماعي والاقتصادي المصغر فيما بينهم. ساحل ما بنعدهم نقول لكم بلد فلانية وفلانية، نسميه كل الساحل من دبي إلى أن توصل رأس الخيمة نسميهم الساحل. فهذيل ضيوف عندنا أيام الصيف، ونحن اللي المقدور نعطيهم وهم المقدور يعطونا، وتبادل الأكل والعيشة والحمد لله رب العالمين. هذا مجمل الحديث عن المزايا الجغرافية للإمارات السبع، وأقصد هنا إمارات ساحل عمان سابقا، دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله. الدنيا الفاتحة.